السلام عليكم شباب. عليكم السلام دكتورة. أسفة أنا تأخرت، عندي مشكلة باللابتوب، سويت له فرمته والزوم ما فتح، عندي اليوم في مشاكل ما أعرف شنو. إن شاء الله على المحاضرة الجاية، هسه من اليوم راح أضطر أنطيكم بالموبايل. وصلنا بالمحاضرة السابقة إلى موضوع السكويما سيل كارسينوما أوف ذا إيزوفيجاس، وشفنا الريسك فاكتورز. هنا بس اريد اكمل الموضوع، انه الموسكوما اللي احنا قلنا اللي يصير بالكانسر ان اسوفاجس سكويما سيل كارسينوما، باعتبار انه اللايلك ابيثيليوم هو استراتيفاي سكويما ابيثيليوم، فيصير تقريبا 90% سكويما سيل كارسينوما. ومن يصير سكويما سيل كارسينوما طبعا كبرزنتيشن البيشنت بريزنتد كل البرزنتيشن اللي ممكن يصير بالإسوفيجاس، انه يصير ممكن عنده بين، ممكن يصير عنده هيماتيميسيس البيشنت، وممكن يصير عنده جنرالايز سيمبتومز اللي هي ويت لوس ديبليتيشن الجنرالايز، يعني برزنتيشن اوف مالجنسي. المشكله انه بالسكويما سيل كارسينوما ات تايم اوف دايجنوزيس الكانسر يكون اوريدي متاستسايز. ليش؟ لأنه الليمفاتكس الموجودة بالميكوزا ميكوزا أو the esophagus تكون rich lymphatic، فلذلك المتستسز يصير early بسبب هاي الليمفاتكس، لأنه rich submucosal lymphatics، فالمتستسز يصير early، وبالنتيجة outcome أو 5-year survival of esophageal squamous cell carcinoma يكون poor. بالنسبة للكانسر النوع الثاني اللي ممكن يصير بالإيسوفيجاس، شنو تتوقع النوع الثاني اللي يصير بالإيسوفيجاس الكانسر؟ بارت إيسوفيجاس؟ عفوا، يصير بالبارت إيسوفيجاس، يصير إذن أدينوكارسينوما. والأدينوكارسينوما طبعا يصير most common in male، والريسك فاكتور هو البارت إيسوفيجاس. الفرق هسه هاي الصورة أنا حطيت لكم الكانسر اللي هو على اليسار نوع، والكانسر اللي موجود على اليمين نوع آخر. الملاحظة إنه السكويما سيل كارسينوما يصير most commonly in 50% of cases in the middle third، بينما الأدينوكارسينوما يصير وين يصير الأدينوكارسينوما؟ تتوقعون بالإيسوفيجاس، بالنسبة للإيسوفيجاس فوق جوا وسط؟ لا، باعتبار إحنا باللور طبعًا، لأنه بارت إيسوفيجاس يصير باللور إيسوفيجاس، فيصير بالبارت إيسوفيجاس. فهسا أنا عندي هسا الصورة هنا اللي هي على اليسار، الجزء الأعلى من عدها تشوفون الجزء الأعلى هو إيسوفيجاس على اليسار، هسا أحكي الصورة على اليسار، الجزء الأعلى اللي لونه فاتح pale pink هو إيسوفيجاس، الجزء الجوة ستومك اللي هو يكون اللي مبين الروجيز of the stomach، الجزء الجوة من الصورة اليسار. الماس صايرة in between بين إيسوفيجاس وبين الستومك، الماس صايرة اللي هي هاي تشوفون ماس تكون irregular shape punctating ماس، الكلر مالتها red في مكانات معينة، gray white في مكانات أخرى، اللي هي أكيد كانسر. وهذا الكانسر أنا دا أحكي على الجهة اليسرى، هذا الكانسر صاير بالجنكشن بين إيسوفيجاس والستومك، يعني باللور إيسوفيجاس. فإذا هذا أتوقع شنو؟ بما انه باللور إيسوفيجاس أدينوكارسينوما، بينما اللي موجود بالجزء اليمين من الصوره كل السكشن اللي دا نشوفه هو لونجيتيودينال سكشن ثرو إيسوفيجاس، هذا المكان الابيض الفاتح هو هاي الميكوزا مال إيسوفيجاس. والماس اللي هي بنص الفيلد موجوده بالصوره اليمنى، الماس اللي موجوده بنص الفيلد بنص الميكوزا مال إيسوفيجاس، اللي هي تكون irregular mass، هم شوفوها fungating mass، protruded mass، irregular border، gray whitish in color، sometimes red شوية بمكانات أخرى، هاي الماس موجودة in the middle esophagus. فإذا أتوقع إنه شو تكون اللي هي بالجهة اليمنى؟ squamous cell carcinoma. squamous cell carcinoma، باعتبار squamous cell يصير in the middle third. هاي الصورة مالتهم اثنينهم. الصورة اللي هي اللي فوق، الصورة اللي فوق هي ال بس خل أخلص من ال
الصورة اللي هي هذه صورة عفوا، الصورة اللي فوق هي صورة هاي الصورة هي صورة الأدينوكارسينوما، وهي الأدينوكارسينوما في كل مكان هي متشابهة. أسميها أدينوكارسينوما لأنه عندي جلانس، هاي اللي تشوفوها الدوائر هاي جلانس، فإذا هي أدينوكارسينوما. وهاي الخلايا هي irregular pleomorphic which produce ميوسين، فإذا هذه هي أدينوكارسينوما. الجزء الثاني اللي هو سكويموس كارسينوما، الجزء الأسفل سكويموس كارسينوما، والسكويموس كارسينوما في أي مكان أيضا هو متشابه، عبارة عن pleomorphic cells. السيتوبلازم يكون بكمية من الكيراتين، لذلك نشوف سيتوبلازم يكون إيوزينوفيليك، ويعني في كل مكان هو سكويموس كارسينوما نفس الديسكريبشن. هذا بالنسبة للإسوفاجس. نجي للإستومك كبداية، حتى نبدأ بالإستومك أريد أذكركم بالأرياز مالتها اللي هي جزء على الكارديا موجود بالرسم مؤشر، ويجي وراها الفندس، وبعدين البادي، وبعدين البايلورس. والبايلورس الفتحة اللي موجودة بالبايلورس هي واللي توصل بين الديودينام والإستومك هي الأنترم. وهيستولوجيكلي نقسم الجزء الأعلى من الاستومك اللي هو هذا الجزء، الجزء الاعلى اللي هو هذا اللي هو فوفيلر كومبوننت، والجزء الاسفل هو الجلاندولار كومبوننت. الفوفيلر كومبوننت اللي هي بها الجاستريك بيتس، النزلات اللي موجوده بالمكوزة نسميه فوفيلر كومبوننت، والجزء الاسفل اللي هو الجلاندولار كومبوننت مؤشر مكانين. والجلاندولار كومبوننت اللي هو الجزء الأسفل من الصورة اللي هو يكون في منطقة الفندس والمنطقة البودي of the stomach يكون كميته أكثر، يعني نسبة الفوفيلا الجلاندولار كومبوننت in the fundus تكون أعلى من نسبتها بالأنترم وبالكارديا، العفو بالأنترم بالكارديا تكون نسبتها أعلى. هاي ماخذيها أنتو بالهيستولوجي كمدخل حتى تفهمون بعض المصطلحات اللي نحكي بها. الاستومك طبعا بها many diseases، ممكن تكون congenital وbenign وmalignant diseases. كل السيمتمز اللي تعطيها diseases of the stomach تشبه السيمتمز اللي أخذناها بالإسوفيغس، نفس السيمتمز، ما عدا أنه هنا إذا صار hematemesis يعني بالديزيزز اوف ستومك، اذا كان البيشنت عنده هيماتيميسيس، الهيماتيميسيس يكون لونه براون. ليش يكون لونه براون؟ يعني البلاد شرب الجاستريك. نعم دكتور، بسبب الجاستريك اسيد. عفوا، بسبب الجاستريك اسيد، عشان اديكم يصير اللون البلاد براون، والا البرزنتيشن كانما البرزنتيشن اوف اسوفاجس تشبهها بالضبط. نجي دائما احنا قلنا كل اورجان نبدا بالكونجنتال ديس اوردرز. موست كومن كونجنتال ديس اوردر هير از بايلوريك ستينوسيس، والبايلوريك ستينوسيس هو عباره عن كونجنتال نسميه التسميه المضبوطه اللي هي كونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس، يصير هايبرتروفي of the antrum ويصير thickening of the antrum في الأوتبوت مال الستومك يصير نارو. هذا نوع من الديزيزز اللي هو congenital hypertrophic pyloric stenosis، البرزنتيشن مالته يصير in the second or third week of life immediately. يصير البرزنتيشن البيشنت عند الطفل، يصير عند أو newborn baby يصير عند new onset regurgitation، ترجع كل شيء يرضع يرجع، and يصير عندهم persistent projectile vomiting، دائما يصير عنده regurgitation and vomiting. إذا نسوي له physical examination نشوف إنه عند الطفل hyper peristalsis، ال peristaltic movement كلش هواية يصير، and mass نسوي إذا نسوي لها palpitation نشوف عنده mass اللي تكون firm ovoid abdominal mass. ليش صايره ماس؟ بسبب dilation of stomach، لانه ماكو output من الاستومك، ما يطلع الفود، ما يطلع من الاستومك، فبالنتيجه راح تتوسع الاستومك وتمطي بالاكزامينيشن على شكل firm ovoid mass.
الكونجنتال ديزيز الثاني اللي هو الدايفراغماتيك هيرنيا يصير الانكمبليت فورميشن اوف ذا دايفرام allow the abdominal viscera to herniate into the thoracic cavity. الهيتال هيرنيا اللي اخذناها بالمحاضره الاولى يطلع بس جزء من الاستومك، بينما الدايفراغماتيك هيرنيا هنا ليجن اوف ذا دايفرام يكون اكبر، واللي يطلع اللي يصعد فوق للتشيست هو جزء أكثر، يعني كل abdominal viscera ممكن تصعد إلى chest إلى thoracic cavity، وإذا كانت الماس اللي صعدت كبيرة يصير عند ال patient pulmonary hypoplasia. وهذا pulmonary يعني شنو pulmonary hypoplasia؟ يعني small size lung، lung ما يصير النمو مالتها بشكل طبيعي، وبالنتيجة هذا disease يكون incompatible with life after birth، يصير incompatible with life إذا كان diaphragmatic hernia كلش حجمها كبير. هسه هاي كلها diseases هي rare. نجي common diseases of the stomach ونبدي بالgastritis. من اسمها gastritis معناها inflammation of the mucosa of the stomach. والgastritis ممكن تكون acute وممكن تكون chronic gastritis. نبدي بالacute gastritis. Acute gastritis هو acute mucosal inflammatory process عادة يكون of transient nature، يعني بصير بسرعة ويختفي بسرعة. والinflammation هو simple acute inflammation اللي بي features of inflammation اللي inflammatory cells predominantly neutrophil والcongestion والإديمة وهكذا. أحيانا يصير associated with hemorrhage in the mucosa، وأحيانا هذه الgastritis تكون severe بحيث يسوي sloughing of the mucosal epithelium، يسوي sloughing of mucosal epithelium اللي احنا نسميه erosion. erosion معناها يصير small ulcers او نسمي sloughing of the mucosa، يكون superficial ulcer small and multiple ulceration، او لانه كل superficial نسمي sloughing of the mucosa in severe diseases. ويسوي بالنتيجة gastrointestinal bleeding. The patient presented واحتمال with hematemesis. هاي تكون rarely إنه نشوف erosion، عادة الgastritis ما موجود ويا erosion. ليش يصير gastritis اللي هو acute gastritis هسه ده نحكي إحنا؟ عادة يصير بسبب heavy use of non-steroidal anti-inflammatory drug اللي هو خاصة الاسبرين and excessive alcohol consumption، heavy smoking. احتمال يصير البيشنت اللي ياخذون كيموثيرابي اللي عندهم كانسر ياخذون كيموثيرابي، الاشخاص اللي عندهم يوريميا او رينال فيلير نسميه يوريميا، او سيفير ستريس مثلا تروما بيرن سيرجري ايضا تسوي اكيوت جاسترايتس. الاكيوت جاسترايتس احيانا البيشنت عنده اكيوت جاستريك ألسريشن، موضوع العلاقة بالأكيوت غاستريتس، أكيوت غاستريك ألسريشن من يكون هذا الويل غاستريتس يصير فوكال and acutely developing gastric mucosal defect اللي هي عادة تصير كcomplication of non-steroidal anti-inflammatory drugs، الأسبرين وجماعتها والبروفين وجماعتها. ويصير أيضا after severe physiological stress. أحياناً هذه الأكيوت غاستريك ألسريشن لها أسماء محددة من الصير في مكانات محددة في certain situation اللي هي تشمل المصطلحات الآتية. هاي ده نحكي على الأكيوت غاستريك ألسر وتشمل stress ulcers، stress ulcers واللي هي تصير most commonly in individual with shock، الشخص اللي عنده شوك واللي عنده sepsis septicemia يعني والsevere trauma يصير عندهم ulcer of the stomach acute ulcer نسميه stress ulcer. اكو نوع من ulcer نسميه curling ulcer مكتوب بالاخضر curling ulcer اللي هو الالسر يصير in the proximal duodenum associated with severe burns and trauma نسميه curling ulcer. فاذا الالسر اللي هو associated with burn يصير in the proximal duodenum نسميه curling ulcer. also الألسر نسمي كوشنك ألسرز اللي يصير بالغاستريك ديودينال and esophageal سايت ممكن يصير and associated with increased intracranial
pressure and intracranial diseases. نسميه كوشنج ألسر، وهذا النوع من ألسر عند كاري هاي ريسك أوف perforation، risk of perforation in Cushing ulcer يكون كلش عالي. فإذا إذا نسمع Cushing ulcer معناها ulcer associated with intracranial diseases. Kernig ulcer معناها ulcer associated with burn. Stress ulcer هو الulcer اللي هو associated with associated with stress ulcer associated with stresses اللي هي septicemia and shock and severe trauma. هاي أنواع الألسر اللي هي specific كلها يعني ضمن entity of acute gastric ulcer. هسه نجي إلى موضوع كبير اللي هو chronic gastritis. إحنا قسمنا gastritis كبداية into acute gastritis و chronic gastritis. والacute gastritis عرفنا feature مالتها، هسه نجي إلى chronic gastritis. Most common cause of chronic gastritis هو الانفكشن with bacillus اللي هو H. pylori Helicobacter pylori. فهو most common cause of chronic gastritis. The second other common cause اللي هو طبعا less common than H. pylori اللي هو autoimmune gastritis. Autoimmune gastritis forming only 10% من chronic gastritis. 90% of chronic gastritis بسبب H. pylori، 10% فقط بسبب الأوتو أميون جاسترايتس. هسه راح ناخذهم ونشرحهم واحد واحد، نشرح الأوتو أميون ونشرح الإتش بايلوري جاسترايتس. الأوتو أميون جاسترايتس بالأزرق مكتوبة هي most common cause of atrophic gastritis. أكو عندنا نوع من عفون جاسترايتس اللي هو associated with atrophy of the lining mucosa نسميه atrophic gastritis. Most common cause of atrophic gastritis هو الأوتو أميون gastritis. فإذن هاي تجيكم ممكن MCQ. Most common type of chronic gastritis هو H. pylori gastritis. لكن most common type of atrophic gastritis هو autoimmune gastritis. بس بالحقيقة 90% من chronic gastritis هي H. pylori gastritis، 10% فقط هي autoimmune gastritis. أكو اتيولوجي أخرى عدا الـ H. pylori والـ autoimmune. ممكن radiation يسوي chronic gastritis، ممكن chronic bile reflux، لكنه هذا the causes less common causes. هسا نجي الـ H. pylori gastritis. الـ H. pylori انتو ماخذيها أكيد بالميكروبيولوجي، هي عبارة عن spiral shapes or curved bacilli present in gastric biopsy of almost all patients with duodenal ulcers. كل patients اللي عندهم duodenal ulcer ونسوي لهم gastric biopsy نلقى عندهم H. pylori. Also موجود in the majority of individual with gastric ulcer or chronic gastritis. فإذن كل patients اللي عندهم duodenal ulcer عندهم H. pylori. معظم patients اللي عندهم gastric ulcer chronic gastritis atom H. pylori. The H. pylori present in 90% of individual with chronic gastritis affecting the enterum. فإذا 90% of chronic gastritis atom H. pylori وهذا النوع من الgastritis affecting the enterum موجود بالenterum. هاي خلوا المكان باركم لأنه بعد شوية إذا نجي على autoimmune gastritis نشوف وين مكان الأوتوأميون جاسترايتس. فإحنا عندنا نوع من المقارنة بين يعني أنت سووها أثناء التوك، هسه سووا نوع المقارنة بين الإتش بايلوري جاسترايتس هسه نحكي عنها، وورا شوية راح نحكي عن الأوتوأميون جاسترايتس. هسه الإتش بايلوري أورجانيزم موجودة in 90% of cases of chronic gastritis اللي موجودة بالأنترام. إذن الإتش بايلوري جاسترايتس موجودة داخل الأنترام. ليش يصير جاسترايتس؟ يصير وطبعا الباثوجينيسيس مالتها هنا راح يصير الاسيد برودكشن هاي اسيد برودكشن لانه البارايتال سيلز ما بها مشكله ما بها دامج فالاسيد برودكشن يبقى او يصير اكثر من الطبيعي. البيشنت يصير يكون عندهم هايبو جاسرينيميا. البيشنت عندهم هايبو جاسرينيميا لانه
الجاسترين producing cells اللي هي الاندوكراين سيلز وين موجودة شباب؟ عرفون وين موجودة مكانها؟ الخلايا اللي هي الاندوكراين سيلز اللي هي تسوي الجاسترين بالبرايتال سيل؟ لا هي اندوكراين سيلز خاصة موجودة بالجلانس والميكوزة اللي موجودة بيا منطقة بالأنترام بالكارديا بالفندس بالبدي أو ذا ستومك دكتورة بالأنترام بالجي سيل بالأنترام بالجي سيلز الجي سيلز فبما أنه هاي هنا الجاسترايتس إحنا قلنا قبل شوية الجاسترايتس هنا موجودة بالأنترام فإذن راح يصير نوع من الدامج للجي سيلز الجي سيلز اللي هي موجودة بالأنترام اللي هي إندوكراين سيلز تسوين الجاسترين زين لذلك البيشنت يصير عندهم هايبوغاسترينيميا the risk of duodenal ulcer increase in these patients البيشنت اللي عندهم H. pylori gastritis risk of duodenal ulcer يكون كلش عالي most gastritis limited to the antrum مثل ما ذكرنا احيانا يصير involvement of the cardia occasionally involvement of the cardia واحيانا اكو اذا كان الكيس سيفير يصير بروجريس هي طبعا ريرلي بروجريس الجاسترايتس بروجريس تو انفولف بودي اند فندس فبهالحاله يعني صارت بالكارديا وصارت بالانترم اصلا هي بالانترم وصارت بالكارديا وصارت بالبودي وصارت بالفندس هاي طبعا ريرلي بهالحاله نسميها بان جاسترايتس اذا صارت في كل مناطق الاستومك نسميها بان جاسترايتس البان جاسترايتس اسوشيتد وذ مالتي فوكال ميكوزال اتروفي البيشنت اللي عنده بان جاسترايتس راح يصير عنده ميكوزال اتروفي مالتي فوكال ميكوزال اتروفي يعني مالتي فوكال يعني مثل متصل مو كونفلوينت متصل وانما فوكسز اوف اتروفي اوف ذا ميكوزا وبهالحاله اذا كان بيشنت عنده مالتي فوكال ميكوزال اتروفي راح يصير reduction of acid secretion احنا قلنا بالبداية الacid secretion اصلا اكثر من الطبيعي increase acid secretion لكنه اذا صار عندي multifocal mucosal atrophy اذا كان patient عنده pangastritis والgastritis involving fundus and body فبالنتيجة راح يصير reduce acid secretion هسه انا اقول لكم ليش يصير reduce acid secretion اذا صارت الgastritis بالbody والfundus قلوا لي انتو دكتورة راح تاخذ هي من اللترال سيل يعني والتشيف سيل فراح تعطينا ال اتش سي ال عارف من البارايتال سيلز تعطيني ال اتش سي ال فهي راح يصير بها اتروفي لانه صار الانفلاميشن بمكان البودي والفندس المكان اللي بالتشيف سيلز والبارايتال سيلز هاي راح يصير بها دامج والاتروفي بسبب الانفلاميشن وبالنتيجه البيشنت راح يصير عند راح يصير عند ريدكشن اوف اسيد سيكريشن وهم هذا النوع البيشنت اذا صار عندهم بان جاسترايتس راح يصير عندهم انتستينال ميتابليجيا واذا صار عندنا انتستينال ميتابليجيا معناها انكريز ريسك اوف جاستريك ادينوكارسينوما الجاستريك ادينوكارسينوما يزداد الريسك مالتها فقط اذا كان اكو انتستينال ميتابليجيا شوفوا هسه هنا البيشنت يصير عنده ريديوس اسيد سيكريشن ويصير عنده اتروفي اوف ذا ميكوزا لكنه ما توصل إلى مرحلة الأتروفي اللي راح نشوفه بالأوتو أميون جاسترايتس صح يصير أتروفي لكنه هنا الأتروفي أقل سيفيريتي من الأتروفي اللي نشوفه بالأوتو أميون جاسترايتس يكون أقل سيفيريتي فإذن بس نذكركم أنه الجاسترايتس بالأتش بايلوري يصير بالكارديا العفو بالأنترم يصير بالأنترم عادة وassociated with hyper increase production of acid production وhypogastrinemia حتى بعدين نقارنها hypogastrinemia and increase acid production أحيانا يصير pangastritis وإذا صارت pangastritis راح يصير atrophy بالميكوزة ويصير reduction of acid secretion ويصير intestinal metaplasia بهالحالة فقط بهالحالة فقط زين ليش يصير يعني ليش هو الاتش بايلوري فيريولنت ليش يسوي لي هذا النوع من الجاسترايتس بالاستومك الفيريولنس اوف اتش بايلوري يجي من اربع اشياء اول شيء
الاتش بايلوري عنده فلاجيلا. الفلاجيلا allow the bacteria to be motile in viscous mucus. هذه الفلاجيلا تخلي البكتيريا تتحرك بمكان اللي في viscous. تعرفون انه اكو اسيد يعني عفوا mucus production بالميكوزا of the stomach. والميكوس ماتيريال هي يعني مادة ثخينة تحتاج البكتيريا يعني موجود عندها فلاجيلا حتى تقدر تتحرك بالميكوس ماتيريال اللي موجودة بالميكوزا لينك اوف ذا ستومك. وهذا يعطيها فيريولنس, حركتها تخلي فيريولنت البكتيريا. بعد شيء ثاني انه اليوريز برودكشن باي بكتيريا, هاي اليوريز ايضا تزيد الفيريلنس اوف بكتيريا لانه تحول او تكون الامونيا من اليوريا اللي هي اندوجينس يوريا الموجوده بالميديا اوف ذا ستومك, تكون الامونيا والامونيا تزيد البي اتش يعني تحول الوسط قاعدي. ولذلك انه البكتيريا تتخلص من الاسيديتي مال الستومك وبنتيجه يكون تعتبر جود ميديا فور ذا بكتيريا. العامل الثالث انه البكتيريا برودوس اتهيزنز, وهاي الاتهيزنز انهانس ذير بكتيريال اتهيرنس ذا سيرفيس اوف ذا فوفيلار سيلز. الاتهيزنز هي فد بروتين برودوس باي بكتيريا يساعدها على انه تبقى ملتصقه بالفوفيلار سيلز. ملاحظه مهمه انه البكتيريا اتش بايلوري بكتيريا ما تسوي انفيجن للميوكوزا, بتسوي انفيجن لللينك ابيثيليوم وتدخل وتعبر, لا هي تبقى على الميوكوزا على السطح داخل الميوكوس ماتيريال, فقط داخل الميوكوس ماتيريال تتحرك بالفلاجيلا. البي اتش مال الاستومك هي تحوله الى هاي بي اتش يعني الكلاين ميديا تحوله حتى تقدر تعيش وتسوي هذا البروتين اللي هو الاتهيزينز اللي يخليها ملتصقه بالميكوس ماتيريال, وبالنتيجه هي تلتصق بالميكوس ماتيريال وابدا ما تسوي انفيجن وتدخل داخل الميكوزا لايننج, موجوده على السطح فقط. بالاضافه الى ذلك انه هاي البكتيريا تسوي توكسينز اللي هو يعتقدون له علاقه بالالسر برودكشن اور كانسر ديفلوبمنت ان ذا فيوتشر ان بورلي defined mechanisms. فإذا هاي الأربع نقاط هي المسؤولة عنها ال virulence of bacteria اللي هو الفلاجيلا, presence of the flagella, urease production, urease enzyme, adhesins and toxin production. هاي كلها مسؤولة عن virulence of the bacteria. عندنا اللي هو morphology of the H. pylori chronic gastritis. بالبداية خل أشوفكم إياها على الصورة, ولو أنا ما عندي بوينتر خل نشوفها على السلايد حتى بعدين أنتم تحاولون تتخيلوها بالصورة. الأورغانيزمز تكون concentrated in the superficial mucus material overlying epithelial cells. مثل ما اتفقنا أن الأورغانيزم ما تسوي invasion والأورغانيزم موجودة على الـ superficial mucus material على الepithelial cells. هاي الأورغانيزم موجودة سطحية تكون على ميكوس ماتيريال. مش نشوف أكيد غاسترايتس فمعناها نشوف inflammatory cell infiltration and most commonly نشوف neutrophils. الملاحظة إنه هاي neutrophils موجودة within lamina propria موجودة superficially. هاي مهمة حتى راح نقارنها بالautoimmune غاسترايتس, موجودة superficially in the lamina propria وبعد أصلاً تعبر للإبيثيليوم, موجودة in the intra epithelial location. منو هذه؟ هاي النيتروفيلز موجودة in the lamina propria وموجودة بداخل the lining epithelium of the stomach. In the lining epithelium هاي النيتروفيلز accumulated in the lumen of the gastric pits to create pit abscesses. هذه موجودة بداخل gastric pits, وإذا موجود نيتروفيل in the gastric pits نسميه pit abscess. ممكن يجيكم سؤال عرف لي شنو البيت أبسس؟ البيت أبسس هو وجود النيوتروفيلز in the gastric pits, وجود النيوتروفيلز in the gastric pits, مو الليمفوسايت ولا الماكروفاج ولا أي شيء, فقط النيوتروفيلز. باعتبار أنه الأبسس أي أبسس بأي مكان بالجسم
هو أهم خلية موجودة بالأبسس هي النيتروفيلز، وين كروتيك دابريز وين الخلايا الأخرى. فوجود الأبس وجود النيتروفيلز in the gastric pits يسوي لنا pits abscesses. هذا الشيء هم موجود هنا ما موجود بالأوتو أميون غاستريتس، بعد شوية راح نشوفه. فإذا الفيتشرز المهمة، الفيتشر المهمة اللي نشوفها بالإنفلاميشن of the H. pylori gastritis هو وجود النيتروفيل in the gastric pit اللي نسميها pit abscess، هاي واحدة. وشيء ثاني إنه الإنفلاميتري سيلز تكون superficial، موجودة باللامينا بروبريا وموجودة بالإبيثيليوم. بالإضافة إلى النيتروفيلز نشوف large number of plasma cells, lymphocytes and macrophages، لكنه البيت أبسس ما نسميها إلا موجود النيوتروفيلز، ما له علاقة بالخلايا الأخرى. أيضا نشوف بالسلايد نشوف lymphoid aggregates، وأحيانا هاي lymphoid with germinal center. وسبب هذه lymphoid aggregates accumulate risk of lymphoma in patient with H. pylori gastritis. Late risk of lymphoma. فإذا ال H. pylori gastritis أكو risk of adenocarcinoma of the stomach، وأيضا أكو risk of lymphoma in the future, in the late future. طبعا need many many years. أشوفكم الصورة قبل لا أروح لل clinical features. الصورة مال مال H. pylori gastritis، هاي ال H. pylori gastritis. شباب الصورة الصفراء اللي هي موجودة على اليسار موجودة بالميوكوزا، هاي ال spiral shape organisms لونها أسود، لونها أسود، موجودة على الميوكوزا فقط superficially على الميوكوز، على الميوكوس ماتيريال أصلاً مال الاستومك، على superficially in the mucosa، على الميوكوس ماتيريال، ما تسوي invasion أبداً. شكلها spiral shape، لونها أسود، لونها أسود. ليش لونها أسود؟ لأنهم سووا لها special stain اللي هو silver stain. silver stain نستعمله كصبغة حتى نشوف ال H. pylori. specific stain حتى نشوف ال H. pylori نستعمل silver stain. وشكلها هذا اللون الأسود الموجود بالسطح. الصورة جوها الصغيرة المربعة الجو همين على اليسار، بعدني أحكي نشوف ال inflammation موجود superficially in the lamina propria، الليتروفيلز موجودة حتى بالميكوزا. هذه الفتحة البيتس الموجودة بالصورة هي gastric pit وبداخلها نيتروفيل، أسميها pit abscess. والصورة اللي موجودة على اليمين شوفنا inflammation deeply، يصير lymphocytic aggregation بالصورة اللي جوا، وهذا lymphocytic aggregation يصير أكو risk in future for the development of the lymphoma. هاي الأشياء المهمة اللي موجودة بالغاستريتس H. pylori gastritis. النوع الثاني من الغاستريتس اللي هو autoimmune gastritis. autoimmune gastritis characterized by presence of antibody to parietal cells. ليش تمينها autoimmune؟ لأنه immunity against self antigen، هو البارايتال سيلز هو مال الشخص نفسه، تصير immunity against the parietal cells مال نفس الشخص، لذلك هي autoimmune diseases. فتصير antibodies to parietal cells and intrinsic factor. هاي ال antibodies can be detected in the serum and in the gastric secretions. ممكن نفحصها بالسيرم وممكن نفحصها بالgastric secretions. يصير reduction بالسيرم ببيبسينوجين 1 concentration، لأنه يصير damage of the chief cells، فيصير reduction of the serum ببيبسينوجين 1. ويصير أيضا طبعا damage of the parietal cells، وبالنتيجة يصير vitamin B12 deficiency، باعتبار parietal cells مسؤولة عن production of HCL والintrinsic factor. والإنترنسيك فاكتر يسوينا امتصاص الـ B12. منين يمتص الـ B12 تعرفون؟ تعرفون شباب منين يفصل امتصاص الـ B12؟ from the ileum.
زين. فإذا from the ileum يصير امتصاص ال B12 بمساعدة ال intrinsic factors، وال intrinsic factor produced by parietal cells، وال parietal cells produce both HCL and intrinsic factor. شي يصير لأنه ال HCL قليل وال intrinsic factor قليل وال pepsinogen قليل، يصير stimulation of G cells for produce of gastrin. في البيشنت يصير عند هايبر غاسترينيميا، الغاسترين هنا يصير أكثر من الطبيعي. قلنا الديفكتيف يصير غاستريك أسيد سيكريشن إلى مرحلة الأكلور هايدريا، تماما ماكو HCL، أكلور هايدريا يصير بيشنت عنده أكلور هايدريا. زين الباثوجينيسيس، وبعدين حتى نسوي المقارنة ويا الإتش بايلوري. باثوجينيسيس يصير البيشنت عنده لوس of parietal cells، وال parietal cells responsible for secretion of the gastric acid and intrinsic factor مثل ما ذكرنا، وال absence of acid production stimulates gastrin release من ال G cells طبعا. لذلك ال patient يصير عندهم hypergastrinemia and hyperplasia of enteral gastrin producing G cells. يصير البيشنت عنده lack of intrinsic factor، لذلك this disables ileal vitamin B12 absorption. في البيشنت يصير عنده بالنتيجة B12 deficiency and slow onset megaloblastic anemia or pernicious anemia. Pernicious anemia هي الأنيميا which develop due to B12 deficiency. تاخذوها بالهيماتولوجي بالمستقبل. البيشنت يصير عنده reduce serum pepsinogen 1 concentration لأنه damage of the chief cells، وال H pylori شوفوا إحنا قلنا هسه كمقارنة ويا H pylori، إذا autoimmune gastritis أول شيء المكان مالتها يصير بالفندس والbody of the stomach اللي هو لأنه الانتيبوديز تشتغل against parietal cells and chief cells اللي موجودة بالbody and fundus. The most common site in the body and fundus first. الشيء الثاني البيشنت يصير عندهم هايبر غاسترينيميا. مثل ما ذكرنا ليش يصير هايبر غاسترينيميا؟ لأنه الغاسترين يزيد، والغاسترين يزيد in response to reduction of HCL secretion. زين الثاني ثالث شيء انه البيشنت يصير عندهم هايبوكلورهايدريا يعني ديكريز اتش سي ال، واحيانا يصير اكلورهايدريا، لكنه بال اتش بايلوري كرونيك غاسترايتس قلنا يصير في حاله فقط اذا عند البيشنت بان غاسترايتس يصير عندهم هايبوكلورهايدريا، بس ابدا ما يصير عندهم اكلورهايدريا. الاكلورهايدريا يعني كومبليت ابسنس of the acid of HCL, complete absence of the HCL. فهاي أهم فروقات بين الـ autoimmune gastritis والـ H. pylori gastritis، إنه الـ H الـ autoimmune gastritis يصير بالفندس والبادي، الـ patient يصير عنده أكلورهايدريا أو hypochlorhydria، والـ patient يصير عنده hypergastrinemia اللي هو كله معاكس للأشياء اللي تصير بالـ chronic gastritis. هنا المورفولوجي شي يصير؟ مورفولوجي يصير عندهم diffuse mucosal damage of the oxyntic أو acid producing mucosa، يصير diffuse mucosal damage اللي هو موجود in the body and fundus. يصير ال patient عنده diffuse atrophy that they can be H. pylori. ال atrophy يكون multifocal atrophy، هنا لا يصير atrophy diffuse atrophy of the mucosa of the body and fundus. ولذلك شكلها grossly تكون thin والrugal folds تختفي تماما. الميكوزا تصير thin وما نشوف ابدا الrugal folds in autoimmune gastritis. هاي ايضا فروقات، هاي كلها فروقات عن H. pylori. H. pylori ما يصير هذا النوع من الاتروفي، والrugal folds نشوفها بال H. pylori gastritis. The inflammatory infiltrate most commonly composed of lymphocytes, macrophages, and plasma cells. تختلف عن H. pylori gastritis. إحنا كنا نشوف neutrophils most commonly. هنا نشوف lymphocytes والmacrophages والplasma cells.
ممكن نشوف الليمفويد اجريجيتس اللي حكينا عنها بالاتش بايلوري، ايضا ممكن نشوف هنا الليمفويد اجريجيتس. ما نشوف السوبرفيشال لامنا بروبريا يعني انفلاماتوري سيلز انفلتريشن. هنا الانفلاميشن يكون ديب نوت سوبرفيشال، ولا نشوف بيتس ابسس، ماكو هنا البيت ابسس. الانفلاميشن قلنا يكون ديب اند سنترد ان ذا جاستريك جلانس، بعيد عن الجاستريك بيتس، موجود بالجاستريك جلانس. نشوف هنا ايضا لوس اوف بارايتال سيلز اند تشيف سيلز، هذا ما كنا نشوفه بالاوتو اميون بالعفو، ما كنا نشوفه بالاتش بايلوري جاستريتس. With area of intestinal metaplasia. والانتستينال ميتابليجيا شو نعرفها؟ نعرفها من وجود الكولومنر ابزورتيف سيلز وذ جوبلت سيلز. احنا بالستومك ما مفروض نشوف جوبلت سيلز، هنا بسبب الانتستينال ميتابليجيا نشوف الجوبلت سيلز ونشوف الكولومنر ابزورتيف سيلز. وهذه الفيتشرز بالاتش بايلوري جاستريتس تصير فقط اذا كان يعني قصدي الانتستينال ميتابليجيا تصير فقط اذا كان البيشنت عندهم بان جاستريتس واللي هي رير ان اتش بايلوري. فهي كلها عبارة عن differences بين الـ H. pylori gastritis والـ autoimmune gastritis. إذا أشوفكم إياها أيضاً بالصورة راح أشوفكم الـ autoimmune gastritis. إحنا الفيتشر المهمة بالـ autoimmune gastritis إنه الـ inflammation يصير deep. شوف هاي منطقة المنطقة العميقة، هاي منطقة اللي بالجهة اليسرى راح نشوف منطقة gastric glands مو gastric pits، داخلين بالعمق يعني هسه احنا داخلين بعمق الاستومك منطقة الجاستريك جلانس. شنو اشوف؟ اشوف الانفلاميشن متركز في المنطقة اللي هي منطقة الجاستريك جلانس، ما موجود ديبلي هذا الانفلاميشن زين، ما موجود يعني موجود فقط ديبلي ما موجود سوبرفيشالي. والانفلاميشن عبارة عن كومبينيشن اوف بلازما سيلز ماكروفاجز، ما موجود الانتروفيل. نشوف الصورة الثانية اللي هي الصورة اللي هي على اليمين، نشوف الانتستينال ميتابليجيا. شباب شنو أعرف الانتستينال ميتابليجيا؟ إنه أشوف السيلز كولومنر سيلز عمودية السيلز، مو الميكوزال إبيثيليوم of the stomach يكون low columnar أو cuboidal cells، لكنه هنا high columnar cells والgoblet cells اللي بجهة اليمنى. هسه دا نشوف احنا الصورة اللي بجهة اليمنى، هاي الدوائر البيض اللي تكون هي goblet cells لأنه شكلها عبارة عن flask shaped cells، والدوائر بسبب الميوسين in the cytoplasm، ميوسين presence of the mucin in the cytoplasm. أكيد أنتم شايفين goblet cells بالهيستولوجي. فإذا الصورة على اليسار شوفنا أنه الانفلاميشن هو deep inflammation مو superficial أبدا، الـ H. pylori يكون deep. والصورة اللي على اليمين شوفنا انه اكو انتستينال ميتابليجيا وذ جوبلت سيلز اللي هي هاي الدوائر البيض اللي تشوفوها بالفيلد مالتنا. بس شوية ارجع لكم على اخر خمس دقائق شوية على الكلينيكال برزنتيشن مال اتش بايلوري جاستريتس، عبرت حتى اقارن لكم سريع بين اتش بايلوري والاوتو اميون حتى ما تختفي الصورة عندكم. الكلينيكال فيتشر طبعا هي بين بجاستريك بين بيشنت عنده مستمر البين يكون عندهم. دايجنوزيس اوف اتش بايلوري باي هيستولوجيكال ايدنتيفيكيشن اوف ذا اورجانيزم، نشوفه بالهيستولوجي نسوي اتش اند اي ستين، نشوفه ممكن بالاتش اند اي ستين، لكنه نستعمل السيلفر ستين اللي هو سبيشال ستين نشوف كم مثل ما شوفتكم اياها بالصوره قبل شويه. نستعمل سيرولوجيكال تيست for H. pylori demonstration serology to detect antibody against H. pylori organism، ممكن نستعمل serology. ونسوي أيضا examination اللي هو fecal bacterial detection، نسوي examination for the stool ونسوي detection of the bacteria in the stool. هاي ثلاث أنواع من ال examination. والtreatment of H. pylori gastritis هي طبعا antibiotic combination of antibiotics كل شائعة عندنا بالعراق الـ H. pylori. وعادة الـ patient اللي ما نسوي له endoscope ما يريد يرفض، أو المرات الطبيب يعطي دواء سريع
دائما ننطي الكفر انتيبايتيك كفر، لانه نتوقع البيشنت اذا يجي جاسترايتس نتوقع انه عنده اتش بايلوري، فننطي للاحتياط انتيبايتيك كومبينيشن اوف انتيبايتكس حتى نعالج الاتش بايلوري. بس يصير تريتمنت الاتش بايلوري كل المانيفستيشن اوف كرونيك جاسترايتس تقل وتختفي، وما يصير ريسك اوف ديودينال ألسر ان ذا فيوتشر. المشكله انه يصير عندهم البيشنت امبروف افتر تريتمنت، لكنه المشكله يصير عندهم البيشنت ريلابسز بين فتره وفتره يرجع هذا الانفكشن. انا اعتذر ان شاء الله يصلح الخلل بالمحاضره القادمه ونستعمل الكمبيوتر استعمله ان شاء الله. شكرا جزيلا لاستماعكم. شكرا جزيلا، مع السلامه. عفوا، مع السلامه.